السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تتجدد التحية بكم أعزائنا المشاهدين أينما كنتم عبر قناة سبورت من تلفزيون دولة الكويت، ويسعدنا أن نلقاكم مرة أخرى في برنامج ما بين السطور حيث المواضيع المتنوعة الخاصة لهذا اليوم. وقبل الدخول في صفحاتنا المحلية دعونا نتوقف قليلا مع أبرز العناوين. نبدأ مع جريدة الرأي التي عنونت يوسف ناصر إلى الكويت. وفي الأنباء، العربي يضم عتيق ومهاجم سوبر في الطريق. وفي القبس الديحاني، النصر يتطلع للمشاركات الخارجية. وأما السياسة، جورج يقود سلة الجهراء. وقبل التعمق أكثر في صحفنا المحلية، سيكون معنا في الاستديو الناقد والإعلامي الرياضي الزميل ماجد المهندي للتعليق على بعض الأخبار الواردة لهذا اليوم. مساء الخير زميلي ماجد، سعيد بتواجدك في برنامج ما بين السطور. أنا الأسعد أخوي خالد، ورحب فيك ورحب بالسادة المشاهدين، وحلقة إن شاء الله جميلة ومونديالية إن شاء الله بإذن الله، وتواجدك إن شاء الله راح يكون إضافة. وأكيد يمكن احنا دائما نبدا بالاخبار المحليه، لكن قبل قليل واجريت مراسم قرعه المشتركه المؤهله لكاس العالم، تصفيات طبعا لكاس العالم 22 وكاس اسيا في الصين 23، والقرعه اجريت في كوالالمبور، والكويت وقع في المجموعه الثانيه اللي تضم استراليا والاردن والصين تايبي ونيبال والكويت. واحنا نتكلم صراحه عن القرعه قبل لا ندخل في الاخبار، يعني رايك في 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 القرعه ومجموعه منتخبنا في هذه التصفيات. نوعا ما نظرا للتصنيف اللي انت وقعت فيه بسبب الايقاف عن المشاركات الخارجيه 3 سنوات، اعتقد مجموعه نوعا ما ما هي سهله حيل ولا صعبه حيل، نوعا ما تقول اذا ما اعدت وعدها جيد مجموعه نوعا ما مناسبة للأرض متوازنة. أنت والمنتخب الأردني نوعا ما تنافسون على البطاقة الثانية، إذا ما قلنا أن المنتخب الأسترالي خبير ولخبرة، مع أن إحنا الكويت دائما لقاءاتنا مع أستراليا دائما تكون مميزة لنا في أرض الكويت. صحيح. ما فازوا علينا دائما إحنا تكون تعادل أو نفوز عليه، وفزنا عليه في أرض يمكن إحنا الفريق الوحيد نوعا ما في التصفيات. نعم الكويت والعراق اعتقد هم اللي هزموا استراليا في استراليا. فاعتقد ان شاء الله مجموعه متوازنه. طبعا شاهد احنا المجموعه، طريقه المجموعه اخوي خالد نشرح للساده المشاهدين ان هذه 8 مجموعات، يتاهل صاحب المركز الاول وافضل 4 فرق تحصل المركز الثاني، مجموع يصير 12، يتاهلون الى التصفيات النهائيه لكاس العالم ويضمنون الوصول المباشر لكاس اسيا في الصين. اللي ما يتاهل من 12 راح تقام تصفيات مع الفرق الاخرى، تصفيات كأس آسيا الحال مستقلة، راح يتأهل منها 12 فريق بحيث يصبح المجموع 24 فريق لكأس آسيا اللي راح تقام في الصين في 2023. 8 مجموعات قلنا احنا، الأول يضمن التأهل المباشر، أفضل أربع مراكز بالمركز الثاني، أفضل 4 فرق أفضل منتخبات المركز الثاني يضمنون مع الـ8 فرق التأهل المباشر إلى تصفيات النهائية لكأس العالم اللي راح تقسم فيها المجموعات 12 فريق 6 إلى 6، الأول والثاني يروحون المونديال دايركت، الثالث والثالث يلعبون على الملحق اللي راح يتحدد على له مع كونكاكاف أو مع أوروبا أو مع نيوزيلندا. فبإذن الله إن شاء الله نشوف القرعة نوعا ما إن شاء الله إذا ما كان إعدادنا جيد. يعني نتكلم على 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 تصنيفنا مرضية، يعني في مرضية مجموعات أقوى. في مجموعة هونغ كونغ لو طايحين حنا من نفس التصنيف راح نطيح مع العراق ومع إيران ومع البحرين. فصير الصراع، يصير الصراع رباعي، رباعي يكون صعبة شوي نظرا للإيقاف، لكن صراع ثلاثي أو ثنائي مع الأردن للحاق في أستراليا وهزيمة أستراليا ليش لا على أرضك، ومع حسبان أن الأردن راح يلعب مع أستراليا وله نتائج سابقة في الأردن مع أستراليا، فأعتقد بإذن الله ليش لا إذا كان إعدادنا ممتاز غرب آسيا راح تكون محك حقيقي. منتخبنا الآن في لندن معسكر للبطولة هذه، راح يلعب في غرب آسيا، وبإذن الله أول مباراة مع نيبال راح تكون بادرة قوية إن شاء الله، إن في نيبال ترجع بعد 5 أيام مع أستراليا، أعتقد راح
تبين الصورة وتتضح ملامح مدى قدرة منتخبنا على المضي قدما في التصفيات. وإن شاء الله كل الدعوات وكل الأمنيات وحنا كإعلام الواجب علينا نقف معاهم الآن وقفة رجل واحد لتحقيق بإذن الله تعدي التصفيات. هذه يعتبر أنا بالنسبة لي تعدي التصفيات الأولية أنا أعتبره إنجاز نزل الظروف الراهنة اللي مرت فيها الكرة الكويتية. نعم. ما تعدينا التصفيات الأولى من زمان. نعم. من 2006 يمكن تصفيات كأس العالم ما تأهلنا للتصفيات النهائية إلى الآن. فبإذن الله إن شاء الله منتخبنا قادر على المضي قدم، وأنا أثق ومتفائل إنه راح يسوي شيء في التصفيات. نعم طبعاً المباراة الأولى ستكون في هذه التصفيات يوم 5/9 يوم الخميس أمام المنتخب النيبالي في نيبال، والمباراة الثانية في هذه التصفيات ستكون يوم 10/9 يوم الثلاثاء أمام المنتخب الأسترالي. نتمنى أكيد في الكويت إن شاء الله في المباراة الثانية، نتمنى أكيد كل التوفيق لمنتخبنا، كل التوفيق إن شاء الله للاعبينا في هذه التصفيات، وإن شاء الله يعني تكون يعني فترة الإعداد، على الرغم من الأمس أيضا خسارة منتخبنا، الخسارة الودية أنا يعني بالعكس حلنا تعلم المدربين. نعم. والمدرب صرح قبل الذهاب للمعسكر 6 مباريات قال راح أخلي الجميع يلعب ياخذ فرصة، راح أخلي جميع اللاعبين. نعم. يلعب أقل لاعب نص شوط. نعم. أو 30 دقيقة راح يلعبون كل لاعبين، يجربهم كلهم، الكل يأخذ فرصته، الكل يبيعه، وفي غرب آسيا بطولة. نعم. ودية للوقوف أيضا. نعم. الأردن وأستراليا أنا أبوي خالد حتى في كأس آسيا. نعم. تابعناهم ما ظهروا بالصورة المطلوبة نهائيا، يعني خسارة المنتخب الأردني خروجه مع المنتخب الفيتنامي، أستراليا ما قدمت المستوى. نعم. المنتخب الأردني في التصفيات لكن خرج من دور 16. خرج دور 16 أمام. نعم. فريق. نعم. نوعا ما مفاجأة بالبطولة يعني. صحيح. عموما كل التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا في هذه التصفيات ان شاء الله، وكل التوفيق للاعبينا من خلال ان شاء الله هذه التصفيات، والتاهل ان شاء الله للتصفيات الثانيه لكاس العالم والتاهل الى كاس اسيا. ننتقل الان الى الاخبار المحليه ونبدا مع جريده الراي اللي عنونت يوسف ناصر الى الكويت. اعلن نادي الكويت تعاقده مع مهاجم منتخب الكويت لكره القدم يوسف ناصر لمده 3 مواسم. وقال نائب رئيس جهاز الكره في الابيض عادل عقله إن التوقيع تم رسمياً مع ناصر الذي يخوض معسكراً إعدادياً في إنجلترا مع الأزرق استعداداً لخوض التصفيات المشتركة لكأس العالم في قطر 2022 وكأس أمم آسيا في الصين 2023. وشكر عقلة عضو مجلس إدارة النادي عبد العزيز فواز الحساوي الذي تكفل بالصفقة. إذن يوسف ناصر رسميا إلى نادي الكويت بعد تعاقده لمدة 3 مواسم. طبعا تكفل بالصفقة سيد عبد العزيز فواز الحساوي عضو مجلس إدارة نادي الكويت، رأيك بهذه الصفقة؟ صفقة ناجحة، المهاجم الأول منتخب الكويت، المهاجم الأول في الكرة الكويتية، المهاجم الأول في الدوري، يمكن فرق الأهداف معه رغم ابتعاد يوسف ناصر أكثر من موسم. نعم. عن اللعب، لكن عاد مع القادسية الموسم الماضي شاهدناه نافس حسين الموسوي على صدارة الهدافين وقدم مستوى متميز، مجموعة أهداف، يمكن سجل ببطالة كأس الاتحاد الآسيوي، سجل بكأس الأمين، سجل كأس ولي العهد، حصيلة تقريبا 18 إلى 19 هدف أو 20 هدف مع القادسية في موسم واحد، حصيلة ممتازة للاعب مبتعد. عاد نفسه وقدم نفسه وعاد نفسه إلى تشكيلة المنتخب كأساسي. يوسف ناصر من أفضل اللاعبين، أتوقع على أن يقدم أفضل وأفضل مع الكويت. صفقة ممتازة، ما قلت بأنها ممتازة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لحاجة نادي الكويت لهذا المركز يعقوب الطرار، وحاول مهاجم مرات يلعب 9.5، حاول إثبات نفسه، هذا راح يصير صراع بينه وبين يعقوب الطرار وكالمهاجم محلي على من يلعب أساسي، ويقدر الكويت أعتقد أن يستغني عن المحترف في هذه الخانة إذا توفر، إذا لعب محلي يستفيد من باقي المحترفين في البطولات الخارجية، ويستفيد منهم طبعا بالكويت كلاعب يوسف ناصر المحلي. لكن اليوم شاهدنا تصريح الكاظمة بأن اللاعب راح غير موافقة ناديه، هذا تصريح غريب يعني مجلس إدارة نادي كاظمة، هل نادي الكويت وقع مع اللاعب بدون مع نادي الكويت عنده مبدأ؟ أعتقد راح تتضح الصورة مع الأيام القادمة لنادي الكويت، ما أعتقد الكويت يستفيد من يوسف ناصر إلا كلاعب محلي، إلى أحس أنه عنده بطولات مهمة خارجية. صحيح. فأعتقد أنه راح يكون لاعب محلي، هذا اعتقادي وتأكيدي من مصادر خاصة جدا. صفقة قلت لك إذا ما اكتمل كان لاعب محلي ناجحة بكل المقاييس وبكل تحميلك، وضربة معلم نادي الكويت الاستعانة بلاعب بحجم يوسف ناصر. نعم، هل سيؤثر يعني على خط هجوم القادسية؟ إذا قلنا القادسية الموسم الماضي محترفين 2 ما كانوا في الصورة المطلوبة، كل المحترفين ما كان أبرز في خط وقع مع يوسف ناصر كان هو المحترف الأبرز. نعم. خلينا نقول المحترف الأبرز. صحيح. قدم نفسه، باقي المحترفين فشلوا كلهم للأمانة. يوسف ناصر ساعد القادسية على الظهور، ساعد القادسية أن يكون وصيف في أغلب البطولات الموسم. نعم. الماضي أعتقد أن وساعد القادسية أن يكون بطل كأس سوبر بعد، ولعب وياهم. نعم. في البطولة العربية قدم مستوى، قلت لك يوسف ناصر عاد نفسه مع القادسية وأعتقد راح يتوهج مع الكويت.
نعم، إذن كل التوفيق ليوسف ناصر مع فريقه الجديد الكويت. نواصل أخبارنا المحلية ونتحول جريدة الأنباء، حيث جاء فيها العربي يضم عتيق ومهاجم سوبر في الطريق. أنهى مجلس إدارة النادي العربي الإجراءات الخاصة بضم المدافع علي عتيق قادما من نادي الساحل، وتعتبر هذه الصفقة هي الثالثة على النطاق المحلي بعد ضم نايف زويد ومحمد البذالي، والثلاثة يجيدون اللعب في المنطقة الخلفية. وعلى صعيد ملفات التعاقدات الخارجية، ترقب الجهاز الفني الانتهاء للاتفاق مع مهاجم سوبر، إذ يتم التفاضل بين ثلاثة مهاجمين أفارقة وبرازيليين لينضموا إلى الأوغندي توني ماويغي والسوري يوسف غالفا والليبي السنوس الهادي المتواجدين حاليا مع الفريق، فضلا عن اللاعب البوركيني حميد إسماعيل الذي تواجد في تدريب أول من أمس وهو من مواليد 1996 ليخضع للتجربة الفنية. العربي والصفقات المحلية، كيف تقيم صفقات العربي المحلية وآخرها أكيد ضم اللاعب علي عتيج؟ علي عتيج تقدم نفسه مع النصر الموسم الماضي، إعارة لنادي النصر، وقدم نفسه في خانة الدفاع في الخانة الخلفية. تكلم كظهير عندك أنت يعني مفتقر بالكويت المركز هذا بالذات، فما بالك النادي العربي. فبالعكس اعتبر صفقة مميزة، لاعب زين، لاعب ممكن يقدم نفسه بشكل مميز في العربي، ياخذ فرصة أكثر. اللاعب محمد البذالي لاعبهم في السابق، صحيح، كان لاعب الصليبي خات وجاء العربي إعارة، قدم نفسه. نعم لم يبرز مع الكويت أو ما لعب مباريات كثيرة في الكويت الموسم الماضي، لكن محمد البذالي يبقى أحد نجوم المنتخب السابقين الأولمبي ونادي الصليبي خات، وقدم نفسه بالعربي بالذات. نعم، وأعتقد إخوان بالعربي يبعدون التجربة مع محمد البذالي، إذا لعب أساسي ممكن يأخذ فرصته ويبرز كما عرفناه بالسابق. محمد البذالي كان لاعب مميز، اختفى المواسم السابقة بانتقاله إلى نادي الكويت. الصفقات الثلاث، أعتقد الثلاث أجانب أنا بالنسبة لي مميزين، سواء السوري، سواء الليبي، سواء اللاعب البوركيني اللي لعب في أمم أفريقيا الأوغندي. فيبقى الصفقات غير متواجد مع منتخب أوغندا في لاعب منتخب أوغندا، بس هو لا ما كان متواجد مع المنتخب في كأس المسؤولين بالنادي العربي قالوا إنه متواجد ولعب في منتخب أوغندا وشافوه، هذا مسؤولين في النادي العربي عموما. يبقى نعم. التصريح لهم وقعوا مع اللاعب نظرا لأنه لاعب منتخب أوغندا، نظرا لأنه راح يشارك في أمم أفريقيا في البطولة هذه بالذات بالتحديد. نعم، الأخوة بنادي عربي عندهم لاعب ثاني، يجيبون لاعب ثاني، الله أعلم. عموما رأيك بالنسبة للتعاقدات الأجنبية، ذكرته وإحنا كنا نبسألك عن هذا الموضوع، لكن الملاحظة الآن أن الفريق العربي اتجه في اللاعبين المحليين إلى الخط الخلفي. شاهدنا علي عتيج كباك أيمن، شاهدنا محمد بدالي كمدافع، شاهدنا أيضا تواجد فهد زويد كلاعب أيضا باك أيسر. واضح أن العربي اتجه في الأجانب إلى خط الهجوم والوسط والهجوم. بالضبط، انت خان العربي بالعكس، حتى عند احمد الرحي اللاعب قدمه، ماجد المدافع العنزي ماجد نعم. اعتقد اللي قدم نفسه قلب دفاع، عنده نجوم من الموسم السابق حاول يدعمه بالموسم هذا. فاعتقد بالعكس اشوف الاخوان العربي عندهم نقاط فنيه، تركيز معين مثل ما تفضلت على المراكز الخلفيه نعم. كلاعب محليين احمد ابراهيم متواجد، احمد ابراهيم نعم. احمد الرحي، احمد الرحي العنزي، عبود عبود العنزي، ماجد عبود اعتقد ماجد مميز وقدم نفسه بشكل مميز ولاعب صغير سن. فبإذن الله إن شاء الله أعتقد أن العربي مع التعاقدات هذه ناوي أن ينافس مو بس على البطولة، الدوري قاعد ينافس على البطولات كلها. نعم، إذا ما توفق بالمحترفين الباقين الثلاثة قلت لك ما عليهم كاس سيلة ذاتية، خصوصا يوسف قلف اللي شفناه وأبدع وشفناه في الدوري الكويتي وشفناه في الدوري السعودي. يبقى اللاعبين اثنين، إذا ما توفق فيهم العربي أعتقد العربي راح يكون منافس الكويت رقم واحد الموسم القادم. عموما كل التوفيق اكيد للنادي العربي، والله نتمنى ان يعني يعود العربي للمنافسه القادمه، تعود المدرجات للنادي العربي اكيد المدرجات، الجمهور العربي اكيد جمهور ممتع، لكن نتمنى ان تكون منافسه قويه في 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 في, في المسابقات المحليه بالدوري بطولات الكاس. نتمنى العوده للجميع حتى نشاهد مباريات قويه. نستكمل اخبار صحفنا المحليه ونفتح صفحات القبس، حيث جاء فيها الديحاني النصر يتطلع للمشاركات الخارجيه. كشف فهد هايف الديحاني نائب رئيس جهاز الكرة بنادي النصر عن مغادرة العنابي لمعسكره التدريبي في تركيا يوم التاسع عشر من الشهر الجاري. وأشار الديحاني لأن النصر سيخوض خلال المعسكر قرابة 4 لقاءات تجريبية أمام فرق تركية تتواكب مع تكثيف الجرعات البدنية والفنية للاعبين بقيادة المدرب التونسي لطفي رحيم. وشدد الديحاني على ثقة الجميع في لاعب العنابي للظهور بالشكل المطلوب في الموسم الجديد كفريق قوي منافس على المراكز الأولى في مختلف البطولات المحلية، وذلك بهدف حجز مكان في المشاركات الخارجية. كما أشار إلى أن إدارة الكرة
أغلقت ملف المحترفين بالتعاقد مع الخماسي البحريني سيد ضياء والعاجي روبن اللذين تم تجديد تعاقدهما والغيني سومانابي والبرازيليين فرانشيسكو وأندرسون. يعني تصريح الأخ فهد هايف الديحاني نائب رئيس جهاز الكرة في نادي النصر حول يعني تطلعاتهم كإدارة فريق أن يعني تطلعات أن يكون هناك مركز متقدم للمشاركات الخارجية. أنهوا تعاقد مع 5 لاعبين وطبعا سيد ضياء وروبن وسومنابي قادم من نادي الشباب والبرازيليين أندرسون وفرانشيسكو. المعسكر طبعا راح يقام في شهر أغسطس إلى تركيا بالنسبة لفريق النصر. رأيك يعني بتصريح الأخ فهد هايف الدحان؟ تصريح حق مشروع. أتوقع أن النصر راح يذهب إلى أبعد من مرحلة المراكز الخارجية أو بطولة. نعم. توقع ينافس حتى على بطولات الكأس. النصر فريق جميل، النصر قاعد يقدم كرة مميزة خلال المواسم الماضية، ولكن يفتقر إلى النفس الطويل، قاعد يضيع نقاط سهلة. يمكن مرحلة ظاهر العدواني 5 سنوات بنى فريق، ولكن الاستمرار مع ظاهر العدواني من موسمين المفترض أن يكون في تغيير. النصر 3 سنوات قدم كل اللي عنده ظاهر العدواني، وقدم جيل مميز مع 5 محترفين مميزين مع مدرب تونسي له خبرة في الملاعب الخليجية بالذات. أعتقد أن الفريق قادر أنه يذهب بعيدا حتى أبعد من التصريح هذا، ولكن تصريح متوازن، تصريح معقول. من الأخ فهد هايف الديحاني، وأنا كتوقع شخصي أتوقع النصر من 3 سنوات يقدم مستوى مميز وينافس حتى على البطولات، وأتوقع النصر راح يكون طرف أو في نهاية أو يحصل بطولة منافس قصير مثل كأس ولي العهد أو كأس الأمير. قاعد يخرج من قبل نهائي النحس اللي لافقه مع الكويت 1-0 1-0 في 4 مرات متتالية، وسبحان الله يكون الفريق الأفضل في المباراة، ولكن يخسر 4 بطولات كأس والقرعة تضع أمام الكويت سواء في قبل النهائي أو في دور الثمانية. أتوقع نادي النصر راح يكون مرحلة جديدة بعد مرحلة ظهر العدواني، أتمنى التوفيق إن شاء الله مع الفيحيل. مرحلة جديدة مع مدرب أعتقد أجنبي وتونسي عربي قدم نفس الشيء بشكل مميز في الملاعب العربية. نعم أكيد طبعا يحسب الظهر العدواني هالجيل المميز صراحة من لاعبين النصر، صبر يعني في الفترة الأولى من استلام قيادة النصر، لكن بالتالي هناك جيل مميز لنادي النصر قادر على قيادة النصر في السنوات المقبلة. لكن في نقطة مهمة، وإحنا تكلمنا عن الخبر علي عتيج كباك أيمن ومحمد خالد كباك أيسر، عودة محمد خالد إلى القادسية وعلي عتيج انتقال العربي، يعني هناك في راح يكون في مشكلة في الخط الخلفي. نادي النصر عنده في الباكات يعني عنده وفرة وعنده مراحل سنية أفضل فريق يقدم مراحل سنية. لو تلاحظ نادي النصر هو المنافس القادسية أو منافس الكويت، عنده مراحل سنية قاعد يقدم مستوى متميز، عنده عمل في المراحل السنية. أعتقد إذا ما كان في المحترفين منهم باك أيمن راح يستعين في لاعبين تحت 19 أو تحت 20، وعنده نجوم قادرين على سد الثغرة هذه. نعم عموما كل التوفيق لفريق نادي النصر لجهازه الإداري والفني ولاعبين إن شاء الله من خلال موسم مميز يقدمه هذا النادي. آخر أخبارنا المحلية ستكون عبر صحيفة السياسة، حيث جاء فيها جورج يقود سلة الجهراء. نجحت إدارة الجهراء برئاسة نواف جديد في التوقيع مع المدرب المقدوني جورج من أجل قيادة تدريب الفريق الأول لكرة السلة للموسم المقبل خلفا للصربي زوران كريكوفيتش، الذي رفضت إدارة النادي تجديد عقده بعد النتائج المتواضعة التي حققها المدرب والتي أبعدت الجهراوية عن منصات التتويج عطفا على فقدانهم لقب بطولة درع الاتحاد. ويعتبر المدرب الجديد لأبناء القصر الأحمر ليس غريبا على الملاعب المحلية، فقد عمل في نادي النصر وتولى قيادة الفريق وقدم معه مستويات جيدة. وفي سياق متصل، نجحت إدارة كرة السلة في الجهراء بضم صانع ألعاب نادي الكويت مساعد العتيبي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد. في الجهراء وتوقيعه مع المدرب المقدوني جورج الذي سيقود طبعا سلة الجهراء في الموسم المقبل، هل أنت مع أو ضد إقالة الصربي زوران كريكوفيتش وإسناد المهمة للمدرب الجديد جورج، أو ممكن انتهى التعاقد مع طبعا المدرب؟ هو رفض تجديد فقط، ما جددوا له يعني، لكن الفريق كان في أول موسم كان هناك حراك في سلة الجهراء، قدم مستويات متميزة في بداية الدوري، كان متأهل الدوري الذهبي مع الفرق الكبار. لكن أعتقد أن في الأمتار الأخيرة أو بعد الانتخابات تغير الفريق 180 درجة، فريق السلة أصبح بعيد عن كل البطولات، فقد لقب في كأس الاتحاد، كان مقدم مستويات متميزة إلى أعتقد شهر 2، فريق كان ممتاز جدا حتى في الإعداد اللي كان
قياده الاخ سعد السلام نوجه له تحيه اللي غادر النادي غادر وقدم استقالته، لكن اعتقد تسلم حسن الجنيدي اذا استلمها الاخ حسن مو غريب على اللعبه ابن اللعبه وحاليا هو اللي راح يمسك كره السله، اعتقد قادر على اعاده الامور واعتقد لهم نظره في التعاقد مع المدرب اللي مو غريب درب النصر قدم مستوى متميز سله فيها نجوم اذا ما كان اللاعب متواجدين عبد العزيز ضاي وما كان في انتقالات حسب ما نسمع وما انتقلوا اللاعبين في كذا لاعب مقدمين لهم عروض الانديه تكلم عن عيش ضاري كابتن الفريق اذا كان متواجدين اللاعبين وما فرطوا فيهم اعتقد راح تسلت الجهه راح تقدم مستويات متميزه في الموسم الماضي لكن اذا قادروا اللاعبين علينا الصبر الى تركي حمود وتركي عزيز انا بقول تركي عزيز قريبين من الانتقال وعرض عليهم حتى مبالغ يعني اعتقد محرجه للمجلس الاداره عموما كل التوفيق لفريق الجهرة ولمدربه الجديد لكرة السلة وأشكر زميلي الناقد والإعلامي الرياضي زميل ماجد مهندي تواجد معي في برنامج ما بين السطور شكرا لك استمتعت بالحديث معك والحوار حول الأخبار الرياضية المحلية شكرا لك شكرا لكم معاذ والسلام مباركة وبإذن الله بالتوفيق لأزرقنا ولازم نقول جماهير نوقف مع أزرقنا إن شاء الله أكيد نتمنى إن شاء الله الوقوف مع المنتخبنا ونتمنى إن شاء الله لهم كل التوفيق في التصفيات المشتركة بعد الانتهاء من جولتنا المحلية لهذا اليوم نذهب لفاصل قبل البدء باستطلاع الصحف العربية مع أبرز العناوين نبدأ مع الراية القطرية إنجاز جديد للبطل العالمي ناصر العطية وفي الرياضية السعودية القادسية يرفض انتقال هزازي وفي الشروق الجزائرية فيكتور غوميز حكما لنهائي الكان أولى صحفنا العربية ستكون هي الراية القطرية التي جاء فيها إنجاز جديد للبطل العالمي ناصر العطية حقق أسطورة الرياضة القطرية البطل العالمي ناصر صالح العطية إنجازا جديدا يضاف إلى سلسلة إنجازاته العالمية بعدما توج بلقب رالي الطريق الحرير سيلكوي 2019 في نسخته التاسعة وذلك للمرة الأولى في تاريخه خلال مسيرته في هذا السباق والتي اقتصرت مشاركته فيها على نسختين سابقتين عامي 2010 و2018 وأحرز خلالهما المركز الثاني في واحد من أصعب الراليات على مستوى العالم نظرا لطول مسافته وتنوع تضاريسه صحيفتنا الثانية ستكون الرياضية السعودية التي عنونت القادسية يرفض انتقال هزازي رفضت إدارة نادي القادسية بيع عقد نايف هزازي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم إلى الاتحاد الذي قدم عرضين للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية حسب ما أبانت للرياضية مصادر خاصة ووفقا للمصادر نفسها طلبت إدارة الاتحاد من نظيرتها في القادسية شراء عقد هزازي وهو ما قبل بالرفض لتطرح فكرة استعارته موسما واحدا في محاولة لم تلقى ردا حتى الآن من إدارة النادي الشرقي ثالث صحفنا العربية ستكون الشروق الجزائرية التي جاء فيها فيكتور غوميز حكما لنهائي الكان عينت الكاف أمس الجنوب أفريقي فيكتور غوميز حكما لمباراة المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم ونظيره السنغالي ويجري هذا اللقاء برسم نهائي كأس أمم أفريقيا واحتضنه ملعب القاهرة الدولي مساء الجمعة المقبلة ويملك حكم الساحة الجنوب أفريقي فيكتور غوميز شارة الفيفا الدولية منذ عام 2011 وسبق الحكم فيكتور غوميز إدارة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية من دور المجموعات لكان 2019 ومواجهة تونس وغانا في ثمن النهائي صحفنا المحلية والعربية لهذا اليوم انتهت فاصل ومن ثم نواصل مع الصحف العالمية وأبرز العناوين نبدأ مع آس البارسا يحدد سعر مالكوم
وفي الصن سولشاير أريد البناء حول بوغبا. وفي الكورييري اللومباردي يستهدف ضم مودريتش. تنطلق جولتنا العالمية من صحيفة آس. البارسا يحدد سعر مالكم. رحب لاعب برشلونة بالرحيل عن صفوف ناديه الكتالوني من أجل المشاركة بشكل أكبر في المباريات، حيث لم يشارك بصورة كبيرة تحت قيادة المدرب فالفيردي. وذكرت صحيفة آس أن ممثلي البرازيلي مالكوم جناح برشلونة تقابلوا مع مسؤولي البارسا للتعرف على نواياهم فيما يتعلق بمستقبل اللاعب. وقالت الصحيفة إن مالكوم مستعد للرحيل حال تلقيه عرضا جيدا، خاصة في ظل صعوبة مشاركته مع الفريق بعد انضمام غريزمان واقتراب عودة نيمار. ولا يمانع البلغرانا رحيل مالكوم، لكنه يريد الحصول على 60 مليون يورو من وراء بيع اللاعب. وجاء عنوان صحيفة الصن سولشاير أريد البناء حول بوغبا. أصر النرويجي سولشاير مدرب مانشستر يونايتد على أنه يريد بناء فريقا حول الدولي الفرنسي بول بوغبا لاعب خط وسط الشياطين الحمر، ويرغب زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد في التعاقد مع بوغبا بجانب اهتمام من يوفنتوس بضمه. وقال سولشاير: بوغبا لاعب رائع، لقد كان لاعبا محترفا دائما ولدي علاقة جيدة معه، وقلت سابقا أنه إذا كان في فريقي فسوف أبني حوله ولم أغير رأيي من ذلك الحين. وأشارت بعض التقارير إلى أن مان يونايتد لن يفرط بخدمات الفرنسي بمقابل مادي يقل عن 135 مليون يورو. وتطرقت صحيفة الكورييري إلى اللومباردي يستهدف ضم مودريتش. يستعد ميلان للانقضاض على الكرواتي لوكا مودريتش والتعاقد معه إذا أراد ريال مدريد بيعه هذا الصيف. ووفقا لشبكة سكاي إيطاليا، فإن فلادو ليميتش وكيل مودريتش تواجد في مكتب ميلان لمناقشة وضع موكله وإمكانية انتقاله للروسونيري. وينتهي تعاقد مودريتش 34 عاما مع الملكي بنهاية الموسم المقبل، ولم يعد المرينجي حريصا على الاحتفاظ به. ويتمنى ميلان أن يجمع بين مودريتش وأسطورة كرواتيا بوبان في دوره التوجيهي الجديد مع الميلان. ختاما شكرا لكم لحسن المتابعة. إلى اللقاء.